اهلا بكم اصدقائنا في حلقه جديده من برنامج العياده. النهارده هنجاوب على سؤال: هل يمكن علاج التهابات المهبل باستعمال اليانسون النجمي؟ ولكن قبل البدايه لا تنسوا دعم القناه باللايك والسبسكرايب. اهلا بكم. والسؤال هو: اعاني من التهابات في المهبل تترافق مع حكه شديده والم ورائحه افرازات سيئه، واريد علاجها بطريقه عشبيه، فهل يمكن علاج التهابات المهبل باستعمال اليانسون النجمي؟ والاجابه هي نعم، يمكنك استعمال اليانسون النجمي لعلاج التهابات المهبل، حيث يقوم اليانسون النجمي بتثبيط النمو الزائد للفطريات والبكتيريا المسببة للالتهابات، ولكنه لا يغني عن العلاج الطبي. ويمكن تحضير شاي اليانسون بهذه الطريقة: أولا، اغلي كوبين من الماء في وعاء. ثانيا، أضيف اليانسون النجمي والقرفة. ثالثا، اغلي الخليط لمدة 10 دقائق وغطيه، ومن ثم انتظري لمدة 5 دقائق حتى يتم نقعه. ولكن بما أنك تعانين من أعراض شديدة، عليك مراجعة الطبيب لمعرفة ما إذا كان سبب الالتهاب بكتيري أو فطري. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لك دوام الصحة والعافية، ولا تنسي الاشتراك بالقناة والإعجاب بالحلقة وترك رأيك في التعليقات.